ما هو التوحيد؟ توحيد شيء؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى. توحيد الرب العالمي فرد بقري تك بقري بما يختص به. شو الرب العالمي علاقة هي تويض الرب العالمي تك بقري؟ من الربوبية إج ربوبيتي والألوهية إج ألوهيتي والأسماء والصفات إج أسماء والصفات الرب العالمي. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. ربوبية توحيد ويات الرب العالمي ويا أعمال ويدا تشتك أوي يراتميش كليات ويادا تك بقري. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. توحيد الألوهية تجري الرب العالمي بتن عبادته ذا جشكي عبادته جشكي ذا تك بقري. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. توحيد أسماء الصفات تجري الرب العالمي اسم وصفاته ويدا تك بقري وان اسم وصفاته صادج الرب العالمي را قريدي.